مشاهدينا ومتابعونا الاعزاء، مستمعونا الافاضل في كل مكان، لازلنا متواصلين مع هذه الانطلاقات وهذه التحديات الحاضرة في هذا الصباح هنا مع انطلاقة شوطنا 21 والمخصص الافكار لسن الحقايق لمسافة 3 كيلومترات. هذه الرحلة الحاضرة والمنطلقة مع هذه الاسماء، 51 اسما حاضرا بهذه الاندفاعة وبهذه الانطلاقة من اجل الناموس والانتصار. اتابع البداية وارصد هنا مع المركز الاول من تقود المقدمة بهذه الاندفاع الفاتنة، محمد وسلطان بن شاهين العواني، اهالي السوان حاضرين وقادمين في هذه الانطلاقة، بينما ثاني المراكز هنا نبرة قادمة، عبد الله بن سيف بن سعيد بن عنتر الاغفلي تدخل مع المركز الثاني، اهالي لبسة حاضرين، الكل قادم من جميع الميادين للمشاركة بهذا المحفل التراثي. المركز الثالث قدوم في هذه الانطلاقة النويعس، نايع بن مصبح بن عبود بن مصبح الاغفلي يبحث عن انتصار الى العزبة هناك في ميدان اللبسة في هذه الانطلاقة. رابع الاسماء تدخلت الريف، احمد بن عبيد بن حضيب النعيمي وصل مع رابع المراكز، بينما خامس الاسماء هناك الشامية قادمة، يوسف بن سلطان بن سعيد الراشدي تدخل مع المركز الخامس، وسادسا وصلت هنا في هذه اللحظات وحضرت متابعونا الاعزاء من الجانب الاخر. هناك القادمة الحق هنا مسلم بن علي بن سعيد السعدياتي مع سادس المراكز، وسابعا اللي وصلت في هذه اللحظات هنا انجاز صغير بن محمد بن سعيد بن معبد النيادياتي مع سابع المراكز، وثامنا شوف اللي وصلت في هذه اللحظات هنا هدو مبارك بن خميس بن عامر العمري مع ثامن المراكز، وتاسعا تدخلت في هذه اللحظات هنا طرفه خليفه بن عبيد بن عبيد النعيمي وصل، هنا شعار بطاقيه مع تاسع المراكز، وعاشرا ختام جولتنا الاولى تدخلت هنا في هذه اللحظات دمعه احمد محمد السالم بن عبد الله الحبسي. هكذا هي النتيجه متابعونا الاعزاء، حضورنا الجميل مع هذه الانطلاقات، لنا عوده مع الصداره، لنا عوده مع الصراع من اجل الناموس والانتصار. الشاميه هنا من تاتي بالمقدمه، يوسف بن سلطان بن سعيد الراشدي من يغير في هذه اللحظات، ولوحه الى 1200 قطعنا في هذه اللحظات لنبدا بالعد التنازلي الى الكيلومتر الاخير، الى المقصورة الرئيسية اللي بانت يوم الاك ويا مضمرين. غير الراشدي يفتتح الكيلومتر الاخير، الكيلو الاخير، الكيلو الخطير، جولة الاوامر وجولة التحركات والتكتيكات والابداعات والمهارات والسرعة الفائقة. حرك اللي بتحرك وروح يلي تب الناموس يلي تب الانتصار، روح الراشدي روح. هنا مع الشامية يوسف بن سلطان بن سعيد الراشدي من ياتي بالمركز الاول، تحركت هدو مع العمري ولكن ما في هدو، ما في هدو يا العمري بهذه الافتار. هنا بدأت السرعة، بدأت الاثارة، الراشدي مع المركز الاول، الراشدي مع الصدارة، لا زال مسيطرا، يدفع بشعاره، يدفع بهذا الاداء الجميل. القادمة ايضا هنا الحبس تحرك مع دمعة بهذه الانطلاقة مع هذا الاداء الجميل، الامتار الحرجة. هناك الراشدي لا زال مع الشامية، لا زال مع المركز الاول، الحبس يهاجم، الحبس يهاجم في هذه الانطلاقة في هذه اللحظات، الامتار الاخيرة، الامتار الاخيرة، الحبسي الحبسي، دمعة 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 غادرت احمد محمد بن سالم بن عبد الله، الحبسي 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 هنا يغادر بالانتصار، يغادر بالناموس، ابناء السلطنة، ابناء السلطنة، الحبسي 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 من يظفر بالانتصار، دمعة هي البطلة، دمعة هي صاحبة الانتصار، سلام يا السلطنة، سلام سلام يا حبسي الناموس، لمالك هذا الشعار على الدور مستحق. المركز الثاني كان صور متابعون العزاء هدو مبارك بن خميس العامر العامر، المركز الثالث كان وصول الشامية يوسف بن سلطان بن سعيد الراشدي، المركز الرابع كان وصول الفاتر محمد بن سلطان بن شاهين العواني، وخامسا كان وصول متابعون الاعزاء قرار محمد بن حارب بن واس الاكتبي. هكذا هي النتيجة، هنا الحبسي من انتصر بهذا التحدي ليهدي ابناء السلطنة، يهدي مالك هذا الشعار احمد بن محمد بن سالم
من عبد الله الحبشي من قدم دمعة للتأتي في الأمتار الأخيرة وتقلب النتيجة هنا بهذا الانتصار مستحق. التوقيت الزمني 4:29 36 جزء من الثانية هو التوقيت اللي تسجل تحت اقدام دمعة لأحمد المحمد وسالم بن عبد الله الحبشي. وسلام يا السلطنة، سلام تهانينا والناموس. شارقة شمس النهار والقبايل والمضامير التقال، حضروا في الذيد البكار الخيار لعلى الشام.